تحل القرآن كتلقى النص كاينه سورة الإسراء حزب 22 30، لأن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقريبا في النص البعثة ديالو في السنة العاشرة من البعثة ملي كان في مكة، أسري برسول الله من ما تسلل خديجة، الحب والحنان والعطف لا كومبليمونتاريتي، خديجة وما أدراك ما خديجة، دونك مات الحنان مات السند مات العطف، من مات عمو أبو طالب ومعمر قريش ما تجرأت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال اللي تجرأت عليه مني مات عمو. في نفس العام مشى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدير الدعوة في الطائف، السفهاء ديالها ضربوه بالحجر، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عميقا يعني تري تريست. وهنا الله سبحانه وتعالى إلى انتغفيان توجور، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ربي احنا كنا قنطانين والشتا ما كايناش وعاوتاني لا بانيك هو هذا. كذلك الله سبحانه وتعالى من شاف سيد النبي صلى الله عليه وسلم تخيست، صافت جبريل امين الملائكه وصافت معاه البوراق باش يهز سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الى الناس الارض ما طاقوش بيك اجي عندي، وهزوا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتيدي سيدنا جبريل هو راكب فوق البوراق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربي بوغ لو ديفيرتيغ بوغ لو مونتخي ملكوت السماوات والأرض بوغ لو يدير إلى قنطو بيك الناس الأرض مرحبا بك عندي يا حبيبي يا رسول الله. ومشى الله سبحانه وتعالى، مشى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء ربه في لقاء في واحد المكان، وصل له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا حتى شي بشر وحتى شي ملك، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأدنى، يعني وصل اقرب بوزيسيون تيمكن يبقى يوصلها بشر لعند ربي. حتى ان سيدنا جبريل من يوصل قال له رسول الله سدرة المنتهى، قال له ادخل، قال له اذا تقدمت احترقت واذا تقدمت اخترقت. اذا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنين وصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنتعلموا معاه بوكو دو ميساج. اول حاجه هي الصحبه، شوف شكون هو لو كومبانيون ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل وما ادراك ما جبريل، امير الملائكه. باش يقول لك الا بغيتي توصل وتوصل رابيدمون عليك بالصحبه، لا بون كومباني لا بون فريكونتاسيون لا كلي دو لا ريوسيت، الساروت مفتاح النجاح للانسان هو الصحبه. وتنقول لهم لعل اعظم صحبه واعظم اونتربريز qu'il faut espérer réussir ou les meilleurs sohbas, il y a le mariage, il y a un accouplement adéquat, il y a c'est la meilleure poussée l'imkin la tuqa lak hayatik adin ba'd ila tqik Allah bwahed asdiqa bwahed l'entourage bwahed bwahed la compagnie mziana fa katwsal biha dak as-sa'a bis-sur'a dial al-barq. فاول حاجه نتعلموا من الاسراء والمعراج الصحبه الصالحه، ورحنا كنقراوها في سورة الكهف. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تنقول لكم دائما، مرة سولت صاحبي، سولني واحد صاحبي قال لي الحاج يونس كومون سا سفي، وحنا كنا صغار ودرنا الحماق ونشطنا ومشينا تحنا لي بواد دو نوي ولعبنا ما خلينا ما درنا، والحمد لله ما خرجنا بسلام، ما مشينا الحابس، ما قتلنا روح، ما درنا اكسيدون مورتي، واش غتوقع لو نوجور؟ الله يتوقع، الله يستر. ولكن خليني نكمل، خليني نكمل. لا ولكن وقع، ماشي ما كاينش نيمبورتو كي، وقع لولاد عائله، وقع الناس، ولكن قلت له، قال لي شنو هو لو سكري الحاج يونس باش احنا الحمد لله؟ قلت له والدينا كانوا كيحضيو واحد لو بوان امبورتون سي لا كومباني. سي بوغ سا ملي تيجي عندي شي واحد يهضر معايا ولدي ما تيقراش نقول له شوف ماشي هذا هو همك الكبير، همك الكبير سي سا فريكونتاسيون. ملي ولدك يمشي عند صاحبو عرف داك صاحبو شكون هو، داك صاحبو ملي كيجلسو يتغدا واش با تيحط البيره فوق الطبله ويحط الروج،
ويحط الفان. ولدك اللي ما كاينش وداك الشيء في دارك تيشوفو عند صاحبو، عارف راسك صاحبو كيف خيكونت شكون هو، تيقرا مزيان، مربي، مخلق، كي دايرك، سول عليه، اونكيتي عليه، عرف مع من ولادك تيمشيو. ومني تكون كتوصي ولدك ما تقولوش يا ولدي قرا مزيان بوحده، حيت هذا هو همنا، لا، هذيك حياته، قول له خصك دير شي حاجه من حياتك، قول له ولدي عرف راسك مع من تتمشي، رد بالك وعود له القصص ديالك. شنو قال سيدنا لقمان لولده؟ قال له واتبع سبيل من اناب الي. شنو معناتها؟ هي اللي كتقول يما ويماك، كتقول لك ولدي سيك مع الخواف، علاش؟ حيت الخواف ما كتخافش عليه، امه كتعرفو خواف، اللي كتحمط ليه هرب. هذه اول حاجه نتعلمها من الاسراء والمعراج. ثاني حاجه، اذا كان الله سبحانه وتعالى اسرى برسول الله ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، فالرساله واضحه. تيقول لك الله سبحانه وتعالى الا كنت الا هضرت مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الاخر من الليل، فانا كل ليله يا عبدي انزل الى السماء الدنيا وانادي، هل من داع يدعوني فاستجيب له؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من تائب يتوب الي فاتوب عليه؟ انا الملك. يعني الليل هو فاش ربي تعرض عليك الخدمات ديالو، وتيقول لك عندك الدين نعاودك تخلصو، عندك الهم نفرجو عليك، عندك الولد محمقك نعاونك باش يهديه الله. وهكا ربي تيدير لك، تيوقف معاك باش نفكرك. الذكرى ديال الاسراء والمعراج هي الذكرى لعبادة الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفر لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله عبادة الليل، مخبى عجية بالليل، جوا ربي الأجر في قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا، لا يعلم أجر القيام إلا الله، هو اللي كيعرف. كاينش الحسنة بعشر أمثالها، هذاك الشيء بعد نيفو آخر. دونك إلا بغيتي النور، زمان تنقول لكم دائما كانت المرأة كيشوفوها وجهها مجبد وهي بلغت من الكبر عتية وجهها داير هكا وما كانت لا بومادا لا شي وجه استاتيك لا والو. ملي كانوا كيسولوها تيقول لها منين هذا النور جايك؟ كتقول لهم عبدنا الله بالليل في الظلام فأنار وجوهنا. هذاك الحسن البصري كان كحل سمر، تيقولوا له انت كحل، ملي كنشوفوك كنلقاوك منور، منين جبتي هذا الشيء هذا؟ تيقول لهم لقينا ربنا في ظلمة الليل فأنار وجوهنا في النهار. هذا هو الليل، ثلث آخر من الليل فيه تقضى الحوائج، ثلث آخر من الليل فيه كتكون الملائكة الطوافة تتساراو والديور كلهم مطفي فيها الضوء وانت دارك مشعول فيها الضوء، تبداو يقولوا الملائكة هل أم بينا يالله يالله يالله، والضوء يمشعول يالله. والعجيب في خيام الليل انك ملي كتكون كتداوم عليه وكتمرض، سمع هذه خطيره جدا، وكتمرض وتيجيو الملائكه السياحه الطوافه اللي كيقلبوا عليك اللي مكلفين بقيام الليل، ما تيلقاوش الضوء مطفي، تيقولوا مال فلان بالدبس مع مراته خاوي الدار، يا ربي صالحهم، مال فلان مريض ما قدش يفيق، يا ربي شافيه. فتدعو الملائكه لك الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج ماشي نجي نعود لك لا ميثولوجي غريك، نعود لك ها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى ولقى الكاسيات العاريات، انت ما عندك ما دير به. خصني نقول لك ها شنو نقول لك باش ان شاء الله دير النفس وتقرب من الله وتحب الله. واذا كان ربي كلم موسى تكليمه في جبل الطور، هضر مع موسى، قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ وجاوبه قال له هي عصاي اتوكأ عليها واعش بها ولي فيها مآرب اخرى. وعاود قال له، هضر معاه المره الثانيه في جبل الطوفان، قال له فاش اعطاه الرساله، انني انا الله لا اله الا انت فاعبدني واقم الصلاه ذكري. فكلمك الله، يا ربي تيحبك. الا كان كلم الله موسى تكليمه، انت كلمك 17 مره في النهار،
17 فوا باغ جور، 17 فوا باغ جور. ربي ما تفهموش الربيع، تعطيك الواقع، ما قلتلكش انا لا داكشي ما كاينش، ولا تنقول لك الاسراء والمعراج نعاود اشنو نتعلم منه، تعلم منه هذا الشيء بان الله عطاك الصلاه باش يهضر معاك 17 مره في النهار. قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال العبد أثنى علي عبدي، إذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. واكثر من هذه كلها ربي ما تيقولش هذا لعبدي، لا، يذكرك باسمك، هذا الهدى، هذا الفلانة، هذا الجهان، هذا الآية، ويذكرك ويباهي بك الملائكة اللي قالوا لواحد النار يا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن كاين ناس تيوقفوا عندي 17 مرة في النهار خمسة الصلوات وتيقولوا يا ربي عاوني. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، يعني يوصل أقرب مكان يوصل له شي مخلوق لعند الله. فأنت أيضا أعطاك ربي واحد الموطن واحد الموقف كبير تكون فيه قريب منه، قال لك فاسجد واقترب. ملي كتسجد اللي خلقك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هكذا تكون الصلاة ديالك، هكذا تعبد الله، هكذا تذكر الإسراء والمعراج، تذكر الإسراء والمعراج وانت تي غوفوا تا فاسون دو فيغ لا بخيير. كتراجع، واش كتصلي هكذا؟ واش تصلي وكتقول الله أكبر؟ ومني كتقول الله أكبر كترمي موراك الهم كامل، لأن كيف ما بغى يكون همك فلك رب أكبر من همك. تنقول لكم دائما كتعجبني داك القصة الغزالة اللي كانت حبلة وخصها تمشي تولد، دورت وجهها العافية شعلة في الغابة، قبالتها البحر على يديها اليمن الصيادة يتيري فيها يقتلها، على يديها الصرد اليسار السبع هذه ياكلها، يعني البيبان مشدودين. اشتدت الأزمة، شنو قالت؟ قالت الله أكبر. شنو وقع؟ ضرب الرعد، نضرب الرعد تفوتن الصياد في عطمة تيري فيها تيري في السبع قتلو، وطاحت الشطفات العافية، وفي عطمة يكون عندها باب واحد منين تهرب رجع عندها ثلاثة البيبان. فكيفما كان همك لا تقل لي هم كبير ولكن قل لي رب كبير، تقول الله أكبر تكونيكتا وعرف كيف ما بغى يكون همك. ومني تقرأ الفاتحة tu parles à Dieu، تتهضر مع الله، حتى كانوا من الله من العلماء وسيادنا اللي عارفين ربي العارفين، مي تيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تسكت. تيقول له علاش كتسكت؟ تيقول لهم بغيت نسمع الجواب ربي، لان تيقول حمدني عبدي. هذا هو الاسراء والمعراج، هي الصحبه الصالحه، لا بون كومباني، هي revoir notre façon de faire la prière.